السلام عليكم المتتبعين الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا فرحانين يا ربي. والله يرضى عليكم وشكرا لكم على التتبع ديالكم والتعاليق الزوينه، وكتفرحوا وليداتي الله يرضى عليكم وعلى اختكم عليا. ايوا اش غنقول لكم المتتبعين، والله الا عارفه شنو كانت واه عندكم المتتبعين. الله يجعل سيدي ربي يسهل عليكم، وشكرا لكم وليداتي يا كامل اللي هضر على ميامنا المتتبعين ديالي. صراحة الله ما غنقول لكم، والله يخليكم حتى فوق راسي المتتبعين، الله يرضى عليكم. كتحكروا لي وكتقولوا لي شنو كاينه، شنو كاينه ميامنا، شنو كاينه ميامنا، وبقيت فيكم والله يرضى عليكم وليداتي، وهنا يختكم عليا. ايوا اش غنقول لكم وليداتي، هذا الشيء كنشاركو معكم، ما كنخبي عليكم حتى حاجه. ويامنا المتتبعين، راه ما فياش الكذوب المتتبعين، نكذب عليكم اليوم وغدا نصارحكم ولا شي حاجه، راه داكشي اللي غنقول لكم اليوم وغادي نقول لكم غدا. ايوا المتتبعين الله يرضي عليكم، هنا يختكم عليا وعلى المهم هذا الشيء كنشارك معكم الرحيم ديالي، وكنشارك معكم التخمام ديالي، وكنشارك معكم الروايه. اي حاجه صراحه كنا درناها كنشاركوها معكم، داكشي اللي كاين. كما قلت لكم الوالده صراحه غادي نشاركوا معكم هذا النهار فين وصلنا في جميع البنات، وفين فين لحقنا. يعني بزاف ديال البنات كيتسائلوا، بزاف ديال الاسئله، وبزاف ديال الحوايج، ومازال ان شاء الله متتبعين غادي نصارحكم بكل شيء يخليكم معنا. وكما كتشوفوا اليوم ان شاء الله يا ربي بدينا من الكوزينه كما كتشوفوا معنا صراحه، واخا روينا البنات عتو غير سمحوا لينا، راه الدار مرونه. ولكن اش نقول لكم، دائما كنبغوا نشاركوا معكم اي حاجه كانت عندنا، اي حاجه طرات لنا، اي حاجه درناها، دائما ما كنخبيو عليكم حتى شي حاجه. هادشي صراحه اللي انا امام في القناه ديالك، يعني اللي باش زعما حتى الوالده باش كتعجبني انها صريحه وما كتبغيش يعني تشارك داكشي يعني غير هكاك، ولا يعني داكشي كتشاركوا من قلبها. وقسم بالله داكشي اللي كاين وليداتي، داكشي اللي في قلبي راني كنعاودو لكم، راه بحالكم بحال بنياتي لي ولت من كرشي. اقسم بالله ما كنخبي عليكم حتى حاجه، راكم في القلب، راكم عزازين وغاليين. داكشي اللي كاين الوالده عليا، داكشي اللي كتعاودوا عليا، الله يرضى عليكم، الله يحفظكم، الله يختكم عليا. ايوا المهمه ديالي غادي نجمعوا هاد الدويره ديالنا، عاود نوريكم اش فين وصلنا، ونوريكم فين كنا. ايوا البنات كما كتشوفوا بعدا، اول حاجه صراحه الوالده غسلت المعنات ديالها كاع باش كانت صراحه باش كنطيبوا الكوكوت وداكشي، باش هادو الا جمعاتهم وكلشي يبقاو نقيين. مازال صراحه حنايا راه خصنا نخملوا واحد التخميله اللي المتتبعين المعن ديالنا كاملين تغسلوا ويتجمعوا، غادي نشاركوا معكم ويتجمعوا بوحديتهم. نخبي حتى حاجه، ها ماما والله داكشي اللي درت انا معكم، داكشي اللي كاين والله. وصراحه هادشي جا على غفله والله البنات، الا جا على غفله، يعني ما كناش منتظرين ان غادي يبقاو نجمعوا ونديروا هادي. ولكن كما قلنا للضروره احكام، والواحد كيمشي غير بالمكتب ديالو، والله العظيم اي حاجه مقدرها لك ربي، اي حاجه مقدرها لنا الله هي اللي كنعيشوها. انا كنامن هكا، يعني واخا كيدير الانسان السبب، واخا كيدير يعني الكمال، وكنقولوا الله يعني انت كديري السبب ديالك وربي تيكمل عليك. كما كتشوفوا معنا البنات صراحه، واخا كاينه الروينه، واخا سميتو شوفوا البنات صورها الارض راها مسخه يا البنات حشاكم، ولكن راه غادي نكملوا الجميع هذه وغنسيقوها باش تبقى نقيه. واجيو تشوفوا معنا البنات فين وصلنا في الجميع، وتشوفوا صراحه اش نقول لكم، والله الا لهلاي زعما اللي تيجمع، ولا اللي كان كيرحل، ولا اللي كان كيدير شي حاجه، يا ربي تعاونوا. اقسم بالله شوفوا البنات جمعنا هذا الصالون كامل مكمول حتى هو، هانتوما شوفوا جمعنا كلشي، جمعنا شوف هاد السيك بحال هادو، هاد السيك انا تو راه شي سبعة السيك اللي جمعنا فيهم، كاين اللي جمعت فيهم ماما شي صبابط، كاين اللي جمعت فيهم داك التخربيق، كاين اللي جمعت كلشي ماما جمعت هي. واش غنديروا؟ حيدنا البنات المرايا، حيدنا كلشي، يعني صراحه خصنا كلشي نحيدوه، ما خصنا نخليو حتى شي حاجه. كلشي حيدنا، هذيك البيته البنات راها عامره بسميتو بالماكينه، داكشي كاع اللي هبطنا من الدروج. بصراحه هذيك البيت مرونه نيت 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 نيت، بحال البيت اللي بقات الوحيده 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 هي هاد البيت المتتبعين. ها هي هادي، هي هاد البيت هادي، يعني واخا واخا المتتبعين مرونه وهذه، ولكن اش نقول لكم حتى هي مرونه والله العظيم. هذه هي البيت اللي بقات،
ياك ماما ناك الشيء اللي كاينه هنا. ايوا اش غنديروا لهم؟ ايوا انتم كتشوفوا راه متتبعين والله الا مسكينه عميمه ومريضه والله البنات راني حلاقم عطاني هذا ما نعرفوش زوين ولا لا. وكاين حتى واحد الخضر حتى هو واحد لاسبيجيك كنشربو. المهم البنات صراحه الحلاقم انا كيقتلوني البنات. هذه باينه قوسين يعني تعصبت صافي تعصبت ماشي تعصبت ولكن الحلاقم ديالي البنات دغيا. انا كنمرض بحلاقم ولا الا مرضت بهم تيطولوا فيا. تاخذي الدواء حتى تنحيدهم انا واقيلا. لا خصك تكملي غير الدواء غير كملي الدواء ديالك غادي يمشي. هانتوما نشوف شحال وصل فيها. هانتوما البنات نشوف شحال فيها. يا يلاه ثلاثه اللي شربت يلاه شي جلدتين باش شريتها يا البنات. خصني نكمل هذا دابا هذه كامله. خصك تكمليها الدواء د الحلاق كتكملي. ايوا كيما قلت لكم هادشي اللي قسم علينا كيما قلنا لكم والله غادي نقول لكم. قال لك المكتوب عليه هرب ما كو واحد الله يسهل عليه كو واحد الله يجيب له رزقه وكو واحد الله يجعل سيدي ربي يحل عليه البيبان الخير والله. يعني وحتى تيجي شي متتبعين صراحه شي 3 ايام ولا 4 ايام من نهار بدينا كنجمعوا الدار ما جاتش عندنا. اش غنقول لكم متتبعين صراحه مشغوله واقيله. واش غنقول لكم مازال ان شاء الله حتى هي غتجي وغندير واحد الفيديو باش ان شاء الله غادي تنتوما غادي تهضر معاكم حتى هي وغادي تكتشف لكم يا ماما والله تكتشف لكم بزاف ديال الحويجات. وكما قلنا لكم والله متتبعين ما جلسنا من نهار فاش لحنا لكم هذاك الفيديو ما جلسنا شاتو خملنا السطح هبطنا الكراج حتى هو كنا بابا حط فيه شي حوايج خواهم داهم للدار الجديده. يعني واخا ما كملاتش حط غير في الكراج ديالو داكشي مع الحديد وراكم عارفين حتى هو خواه الدار حتى حنا راه كنخويو فيها دابا. ايوا البنات الصراحه اش غنقول لكم كما قلت لكم في الاول لشي واحد اللي تيجمع ماما والله ماما الا الله يحسن الله يحسن عوانه صراحه الله يجعل سيدي ربي يعفو على الجميع يا ربي. وهاد البنت هي البنات صراحة هادي هي اللي مرونة بزاف يعني هادي هي اللي خوينا هاتوا البنات شوف كاملة 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 مقرعة والله العظيم. علاش غنقول لكم الروينة 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 ولكن يا البنات كيما قلنا لكم صراحة كلشي مرون كلشي مرون هنايا ما عندها ماما الواحد ما يدير. واش غنقول لكم مازالين حنا صراحة تنجمعو مازال دابا هادشي كامل صراحة خص داكشي اللي غيتجمع في واحد القنت يتجمع. وبحال الماكينة ديال الوالدة صراحة هبطاتها يعني خافت لا تكرفس ليها ولا هادي صراحة ها راه تكرفسات بعدا هي راه هانتوما صراحة الغبرة المتتبعين والله كلشي هبطات حتى الفران ديالها البارابول كلشي جوج وسط الحمام كلشي كلشي بالجدر ديالو بدوها عافاك وديها كثيرة اه حيدو خلعوه المسامر ديالها والله البنات التلفازه مازال ما حيدناهاش. ايوا المهم البنات هادشي اللي كاين صراحه في هذا الفيديو هذا. واش غنقول لكم البنات صراحه الجميع والله ما ساهل اقسم بالله ماشي ساهل ما ساهل والله صراحه الله اللي كيرحم ان شاء الله ربي يوقف معاه امين يا رب العالمين. شوف شي واحد كيرحم والله انا كندعي معاه واخا ما كنتش كنعرفو كندعي معاه كنقول يا ربي توقف معاه. ايوا داكشي اللي كاين والله المعن ما كيبقاوش المعن الفراش ما كيبقاش الفراش كاع الحاجه اللي عزيزه عليك داكشي اللي كاين بصح الوالده. الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد. داكشي اللي كاين الله مكتوب ما عليه رب ما عند بنادم ما يدير والله الا داكشي اللي كاين داكشي المعن المتتبعين الله يشهد لي غير العمر وكلشي غادي يدوز الزوينه غادي تدوز الخايبه غادي يدوز والله الا كلشي دايز اللهم لك الحمد المتتبعين ما عندي ما ندير والله مع صراحه غير انا وماما صراحه تدبنا شي شويه باش نجمعو هادي حتى سميتو معاه كنا غادي نحيدو الماكينه صبرنا المتتبعين شي 3 تصبينات ولا 4 يعني باش يبقاو لنا بعدا حوايجنا على الاقل نقيين يعني بنادم يبدل. وهادي وهادي راكم عارفين صراحه دابا سخون الحال وسميتو عرفتي مع سخون الحال ماما وهذا الرحيل هذا هذا التجميع هذا الجميع مع السخونيه ديال الحال والله البنات الا عرفتي كتسخ فيه اقسم لك يمينا الا سخفانيش والله يدير البركه بالعمر ويدير البركه يا ربي امين والله ويعطينا القوه والله. شوف انا راه جامع حاجهكم تشطب لهي واخا كدوزي الشتاء واخا هذه صراحه خصنا نتجمعوا جميعا نيت وحده كامله باش ان شاء الله نرميو الماء هذا النهار هذا. قلنا هذا النهار هذا الا كملنا بكري غادي نسيقوا البنات
ونجمعوا شي شويه عاوتاني، راكم عارفين كل خطره بقاو تجمعوا شويه بشويه، ما يمكنش الانسان يجمع كل شي نهار واحد، هادي ما يمكنش. عندي مع كنقدرش انا كاع اكثر غير وماما مسكينه ضرها الكلوه ديالها، راكم عارفين ما كتقدش. ايوا الحمد لله على كل حال هادشي اللي عطاه والله ماما، هادشي اللي كان نجات من عند الله الحمد لله. بصح اش غادير داكشي اللي كاين والله ما عندك ما دير. ايوا البنات الصراحه هذا هو الجميل اللي درناه هذا النهار، الفيديو ديالنا ورينا لكم المتتبعين، الله يرضى عليكم لهنا يخطيكم، وادعوا معكم يا منى الله يجعل سيدي ربي يوقف معاها والله. ما عرفتوش نحيدو ماما هادو، سمحي لي قطعت ولا بلاتي حتى من بعد هانتوما حتى هذيك لينا، وهذه عاوتاني البنات وحده اخرى اللي كانت لها راه حيدتها الوالده، نخليوهم حتى للتالي. بصح نخليهم حتى للتالي، نحيدو دوك الطابليات كاملين، نحيدوهم ونشوفو شي بلاصه باش ما يتهرسوش. مرا ساهلين حيدتي واقيلا واحد درتي في الماريو الداخل، حيدت واحد من ديك البيت اللي كان بصح كان متتبعين واحد لهيه الفوق وحيداته، داكشي اللي كان حيدته باش ما يتهرسش. يوقفونا هادو غادي نشوفو لهم شي بلاصه باش ما يتهرسوش. ايوا والله البنات خصنا الصراحه نجمعو في اقرب وقت قبل ما يجي العيد، واش غنقول لكم صراحه والله الا مع العيد ومع هادي والله ما نعرف المتتبعين شنو غادي يكون، ولكن نتمنوا غير الخير، نتمنوا غير الخير يا ربي يوقف معنا وصافي. قال صحاب اللي كتجيك مع العيد والعواشر بصح وكتبغي تضربيه هكا وتضربيه هكا، والله يجعل سيدي ربي يديرها داكشي اللي كاين والله العظيم، داكشي اللي كاين. نحيدو كلشي البنات صراحه والله الا شنقول لكم، كما قلت لكم الواحد غير يدير الكوراج في راسو باش نيت يكمل هادشي والله. ايوا دعيو معنا. والزرابي ديالنا صراحه كنا درنا واحد الغلط اللي كبيره البنات في هاد الزرابي هادو، هي ما غسلناهمش قبل وكما عرفناش، يعني ما عرفناش واش غنجمعو في الدار واش غنديرو، ما عرفناش صراحه. ما صبناش هادي وديك الموفيه ما صبناهمش البنات، وماشي مشكل يعني حتى يفوت العيد وحتى يفوت، المهم هادشي كامل ان شاء الله ونشوفوا فين غنغسلهم ان شاء الله، ولا الوالده ديهم لافاج ولا شي حاجه بحال هكا ياك الوالده. داكشي اللي كاين والله. ايوا واش غادي يديروا وحده ماما خلاص الخشبه البنات حيدات سميتو ديالها، مازال هادو ان شاء الله غنحيدو لهم حتى الغشاوات ديالهم ونحيدو لهم الغشا من الداخل. عندهم الغشا ياك، عندهم غشا بيض البنات هادو، عندهم غشا بيض داكشي اللي كاين، غير كنحيد غير الثوب من الفوق والله ايوا واش غادي يديروا والله الا شنو نقول لكم البنات. يدير الله خير هذا ما كان، هانتوما صراحه فين ما لقينا تنجمعوا، شوفوا الفوطات كلشي هانتوما صراحه، هاد جوج فوطات تا هما ديهم صراحه هادو تخليهم غير هنا والله البنات، الا ولينا كنحطوا حوايجنا فين ما لقينا. دابا راكم عارفين مع الروين والله الا راه مرون بصح ما كاين ما يدار الوالده. ايوا يجي دابا ان شاء الله يا ربي تولي حالتك حتى تعرف شنو دابا، تعرف شنو كاين داكشي اللي كاين الوالده. بصح السلام وجيت هي خصنا نحيدوها، واش نقول لكم البنات هذه خصها تحيد، هذه واحد الفازلين هذه بين قوسين تحيد الفازلين زوينه فيها ريحه زوينه ديال سميتو قيله ديال زبده الكاكاو، المهم بقى دابا على زبده الكاكاو ولا والو. هذا غنحيدو البنات هاد لاناب حتى هو تراه تكرفص والغبره وهادي، وخص الصراحه المتتبعين غير يفوت هادشي والله الا خصنا المتتبعين خصنا نخملو كلشي ونشوفو شنو غنديرو صراحه بخصوص هاد. تنشوفو بعدا شنو كاين، اه تنشوفو واش غيكون ان شاء الله. ماما والله داكشي اللي كاين والله هو هذا، يلا ايوا هادشي اللي كاين بنيتي الله يرضي عليكم الله يخطيكم، وشكرا لكم حتى نتوما الله يرضي عليكم والله الله يخطيكم على امكم والله داكشي اللي كاين. ايوا وقفوا مع امكم يا منى، عطيوها عطيوها والله الا الطاقة والعزيمة. والله صراحة هاد الفيديو قالت لك الوالدة غادي نديرو ضروري باش نشوف زمان نوري البنات فين وصلنا وهادي، قلت لها الوالدة سيري على الله انا غنشد لك الكاميرا، ومسكينة قالت لك بغات تشارك معكم كلشي البنات، يعني ما كتخبي عليكم حتى شي حاجة نهائيا. داكشي اللي كاين انا معكم بنياتي والله، راه امكم يا منى ما غاديش تنساكم حتى النهار والله. ايوا البنات كما كتشوفوا صراحه كان هذا هو الفيديو ديالنا، ورينا لكم مستجدات ديالنا فين وصلنا وهذه. ايوا دعيو معنا باش نكملوا دغيا والله العظيم الا دعيو معنا البنات باش نكملوا دغيا، وهذا هو الفيديو ديالنا ديال هذا النهار، نتمنى يا ربي ديروا لنا تعاليق كما قلت لكم
يعطيكم راحة الله، وشكرا لكم بنياتي، الله يخطيكم عليا، وباي باي عليكم بنياتي.